وهذا الثاني مثل ما تشوفون الحمد لله طلع. السلام عليكم ورحمة الله، وكيفكم؟ إن شاء الله تكونون طيبين. حياكم في قناتي مرة ثانية، أنا محمد. فيديو اليوم من أكثر الفيديوهات اللي انطلبت في القناة عندي في الفترة الأخيرة، اللي هو إني أصور الملكة وهي تولد، والحمد لله قدرت أصورها. وقبل ما نبدأ الفيديو عشان ما أطول عليكم في المقدمة، أتمنى من الكل يضغط زر الاشتراك ويفعل زر التنبيهات واللايك ونشر الفيديو، لأن هذا الفيديو من الفيديوهات الطويلة جدا اللي تعبت وأنا أصورها، يعني من الساعة 10 الصباح إلى الساعة 9 الليل تقريبا وأنا أصور، فأخذ مني وقت جدا طويل، والملكة في هذه الولادة تعبت، بس الحمد لله الحين قد كل شيء تمام وصحتها جدا ممتازة هي والأطفال. أبغى أطول عليكم أكثر من كذا، أخليكم مع الفيديو، ولا تنسون اللي اتفقنا عليه الاشتراك وزي كذا يعني، فأخليكم مع الفيديو وأرجع لكم. شوفوا البسة جالسة تدور أماكن عشان تولد فيها، طبعا لأن في الأسبوع الأخير تصير تدور أماكن بشكل أكثر من أول. شوفوا بستي في هذه، بستي في هذه المرحلة تحب المساج بشكل، شوفوا بس كذا أمسك بطنها شوف على طول تنقلب. لأن بطنها مليان حليب فمضغوط شوي يضيمها، المساج هذا كذا يريحها شوي. والحين بعطيها هذا، فيه فيتامينات أوميجا 3 وأشياء كثير وتحبها مرة. شوفوا كيف بس أطلع على طول، ما تقدر تقاوم. شوفوا يجي مثل الأكل المهروس، ومرة تحب البسة عندي. الحين البسة شكلها بدأت تولد، و بس انا قاعد تدور ومتوتر شوي، وانا ابغى انقلها لهذاك المكان عشان اصورها وعشان يكون مكان ولادة زيادة، فجالس احاول اخليها تمشي على مهلها وبراحتها. شوفوا كيف خشمها مرة احمر وبدأ الدم ينزل، فبنوديها هناك عشان ان شاء الله تولد بالسلامة يا رب. طبعا انا ما يمديني اقوم من عندها، لاني اذا قمت شوفوا تقول تلحقني، فاضطر اني اجلس جنبها طول الوقت عشان الدم ما يملي الاماكن او شيء زي كذا. الحين الساعة 12 الظهر وجالسين ننتظر الملكة تولد. طبعا طولت، هي من الساعة 10 انا صحيت ولقيتها يعني علامات الولادة باينة عليها، وللحين باقي ما قد ولدت. شكل الولادة هذه بتاخذ وقت شوية. جايين جايين شاطر. شاطر. يلا ان شاء الله تقوم بالسلامة وما يتكرر اللي صار اخر مرة يوم ماتوا الصغار، ان شاء الله هذه المرة تكون سليمة بجميع المقاييس. شوف شوف اعطتها زدت حتى مساج مساج.
وطلع اول واحد الحمد لله، فبنخليها تنظفه وبعد كذا اوريكم اذا نظف. وهذا الثاني مثل ما تشوفون الحمد لله طلع. الحين بنخليها تنظفهم براحتها. تشوفون الحين الساعة 3:45 وهي تولد من الساعة 12، وجابت بس هذول الاثنين، والله أعلم إذا باقي في بطنها شيء ولا لا. أنا باقي تعبانة وباقي بطنها منفوخ مثل ما تشوفون، تتنفس بسرعة، فالله أعلم باقي شيء أو لا. ننتظرها ونشوف. ووصل المولود الثالث الحمد لله والشكر، وشكل لونه أبيض كامل والله أعلم. اللي أشوفه من هنا لونه أبيض، خلوها تنظفه كامل ونشوف إيش بيطلع لونه.
هذا المولود الرابع تبا وصل الحين وصاروا أربعة مثل ما تشوفون. هذا أسود، هذا مخطط رصاصي، وهذا أبيض سادة، في واحد تحت زي كذا رصاصي وبني. هنا مثل ما قلت لكم أول هي تأكل المشيمة، ومثل ما تشوفون تخلي مسافة تقريبا 2 سنتي أو 3 سنتي وتقطع المشيمة، والباقي هذا كله تأكله. وهذا مثل ما قلت لكم يساعدها على إدرار الحليب، وفي نفس الوقت يقوي مناعتها. مثل ما تشوفون الساعة الحين 5:23 وإلى هنا شكلها خلصت لأنها جابت هذا الأربع الحلوين ما شاء الله. والحين الساعة 6:03، طبعا بقي على أذان المغرب بس نص ساعة، فبخليهم الحين، وبما أن ما عاد بقي إلا نص ساعة الأذان فخلاص بنروح نجهز الفطور وزي كذا، فبخليها ترتاح وتنظفهم، وبعدين في الليل بعد ما ترتاح تماما بأصور لكم الصغار من قريب ونشوف ألوانهم ونشوف كم في أنثى وذكر. والحمد لله الملكة خلصت الولادة بكل سلامة مثل ما شفتوا، وصراحة تفاجأت في واحد أبيض، لأن دائما كل ولاداتها كانوا غامقين، يعني زي اللي متابعني في القناة من أول يشوف الولادات الأولى ألوان غامقة دائما، ولكن هذه المرة فاجأتني باللون الأبيض، والحين هي تمام ما شاء الله ونظفت الأولاد. وزي ما شفت الولادة الحمد لله، يعني صح انها كانت صعبة شوية وطولت، لكن الحمد لله في النهاية كل شيء تمام. فبعد ما خليناهم يرتاحون كم ساعة وخلينا الأم تنظفهم بشكل كويس وياخذون راحتهم، تغيرت أشكالهم ما شاء الله، وصراحة انصدمت جدا من اللون الابيض هذا اللي طلع، لاني ما توقعت ابدا اني بيجيني بس ابيض. قد ربيت بساس طول حياتي واشتريت بساس بيضة وجتني بساس بيضة، لكن ما قد اولت عندي ولا بس ابيض في الحياة. فالحين بوريكم اشكالهم بعد ما ارتاحوا ونظفوا وشوفوا ارجع. ما شاء الله مثل ما تشوفون بعد ما نظفوا كيف صاروا، ما شاء الله تبارك الله صارت الوانهم واضحة. طبعا هذه انثى وهذه انثى وهذا ذكر، والابيض ذكر. للاسف انه طلع ذكر، صراحة كان نفسي انه يطلع انثى، طلع ذكر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، شوف كيف اشكالهم تغيرت بعد ما نظفتهم، تحسونهم كذا احجامهم كبرت واشكالهم وضحت اكثر. هنشوف الابيض الجميل هذا قاعد يرضى، تعال 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 معلش، ما شاء الله كيف شكله. صراحة اول مرة يجي عندي بس ابيض، يعني يولد عندي، فشكله صغير جدا مميز، يعني غير هذا كله. بصور لكم الكاميرا الثانية عشان يكون اوضح، وهذا باقي بغيره لها ان شاء الله بكره، لانها في اول يوم تجلس تنزف الام في تملى المكان، فبخليها لين تخلص هنا وترتاح، وبعد كذا بنقولهم الفلاش روم الثاني، طبعا مجهزه هناك. شوف شوف بدأت المضاربة من الحين،
وزي ما شفت الفيديو الحمد لله البسة ولدت بالسلامة وجابت لنا 4 بساس صغار جدا جميلين ما شاء الله تبارك الله. لا تنسون تضغطون زر الاشتراك وتفعلون زر التنبيهات عشان إذا نزلت فيديو جديد على طول يوصل لكم إشعار، لأن الأيام الجاية إن شاء الله بتكون في فيديوهات كثير ممتعة ومفيدة جدا بنتكلم فيها عن التربية، عن الاحتناء بالصغار، عن المشاكل اللي ممكن تواجهنا في هذه المرحلة، فان شاء الله بتستمتعون وبتستفيدون اكثر. وزياده حبيت اقول لكم للي حاب يتابعني على الانستغرام بيطلع لكم انستغرامي هنا على جنب، انستغرام انزل فيه يومياتي تصويري تصوير الحيوانات وفيديوهات، لان الانستغرام اصور شيء وانزله على طول سريع سريع، فاي حدث يصير انزله على طول على انستغرام. زي ولاده الملكه اول ما ولدت نزلتها على انستغرام على طول، لان الانستغرام اسهل ما يحتاج مونتاج ولا شيء. فحياكم على انستغرام بيطلع لكم هنا على جنب، وحياكم على سناب بيطلع لكم برضه على جنب. ولا تنسون ضغط زر اللايك والاشتراك، نشركم للفيديو هو أكبر دعم للقناة، وأشوفكم فيديو جاي إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.